نحن أحرار عفرين في جبل الكرد نعلن عن تأييدنا الشعب السوري وكافة مكوناته واضطهاده المضطهدة من قبل هذا النظام فاقد الشرعية الذي يقوم بعلامة الإجرامية بحق المدنيين في جميع أنحاء سوريا. ونحن بدورنا كأحرار عفرين سنعمل على حماية الشعب الكردي وجميع أطيافه الأخرى في منطقة عفرين الذي لا يقبل الاضطهاد والذي عاش على أرضه التاريخية وقف جنب إلى جنب مع الشعب السوري في كل مراحل. وسنعمل معا يدا بيد لإسقاط النظام الأسدي وكافة رموزه وشبيحته. النصر للشعب السوري وكافة مكوناته. بيجي ياكي تيو قال سوري بيجي ياكي تيو قال كرد وابسوس ضد ملات عفرين بمني أزاد بمني أزاد بمني أزاد أزادي 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 أزادي.